عاير البلدان يا خويا حسين زواري لفوا من ساير البلدان يا خويا بلاش وشلون اقدر بلا جفه اضمهم خويا للاحضر يا خويا حسين زوار لفوا من ساير البلدان يا خويا حسين يا خويا حسين رجع لي كفيني وبالراحة يا بعد الروح وحشيل السهام عن عيني ماذا يا أبا الفقر دمضار زوري يا خويا شلون تبجي واقضي حاجة الملف يا باب الحوايج واقضي حاجة الملهوف بدن الواحد الديان يا خويا حسين يا خويا حسين زواري لفوا 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 من سائر البلدان يا خويا حسين يا خويا حسين لفوا من سائر البلدان إذا تقدر تشرفني إلى قبري يا نور النور زينب لا تجي ويا بحق ظل عمك المكسور إذا تقدر تشرفني إلى قبري إلى قبري يا نور النور يا نور النور زينب لا تجي وياك زينب لا تجي بحق ظل عمك المكسور لماذا يا أبا الفضل أخاف تشوفني وتسأل عن وعدي بشهر عاشور وانا من هي ومن سكينه يا خويا ويش كثر خجلك يا خويا حسين يا خويا حسين لزواري لفوا من ساير البلدان بعد مره يا خويا حسين لزواري لفوا من ساير البلدان اسمع جواب العباس لو اقدر سحب جيتك بس اعذرني يا عباس سهم عينك سطب قلبي وخمد مني الانفاس سهم عينك سطب قلبي وخمد مني الأنفاس إذا راسك يا خويا مصاب أنا جثة بلي راسك حسين إذا جسمك يا خويا مصاب أنا جثة بلي من الليلة صقب صدري رضيع المندبح عطشة يا خويا حسين يا خويا حسين لفوا من سهر لفوا من سائر البلدان
إذا خجلان من زينب سمينا بعد خجلان سباها الطاغية بالشام غصب دخان هديوان أمام عيونها راسي قام وكسر أسنانه أمام عيونها راسي قام وكسر أسنانه أمام عيونها راسي صرخة واحدة قام وكسر أسنانه رقية ماتت على الراس بسهم اليتم والحرمان يا اخوي احسن أمر بك على العباس وهو ممدد على المشرع بلا كفين. ولهذا يروي أحد الخطباء يقول رأيت العباس رأيت العباس وهو يقول لي اقرأ مصيبتي. قلت سيدي أنا أقرأ مصيبتك. قال اقرأ مصيبتي. قلت سيدي أقرأ مصيبتك. قال أي مصيبة؟ قال الفارس إذا سقط من على الفرس يتلقى الأرض بيده وأنا لما سقطت على الأرض العباس لا يمين ولا لا كفين لا يمين ولا يسار فلهذا لما سقطت على الأرض هشم وجهه الشريف بين المنادي وعباس لما جاءه الحسين رأوا على تلك الحالة السهم نامت بالعين المخ منثور على الكتفين العمامة بجانب القربة بجانب جاءه الحسين كالطير المنكسرة أجنحته الطير المنكسرة أجنحته إذا انكسر منا الجناح تراه يميل على الجهة التي انكسر إليها جناحه وإذا انكسر الجناحين يمين يمنة ويسرى تصور الحسين عليه السلام أقبل كالطير المنكسرة أجنحته تارة يسقط على يمينه وتارة يسقط على شماله إلى أن جاء ووصل إلى جسد العباس فرآه بذلك الحال الفظيع نادى أخي عباس الآن انكسر ظهري الآن شمت بي عدوي لمن اللواء أعطي ومن هو جامع شملي وفي ظنك الزحام يقيني طاح أبو فضل راح يبرد بصوت البشير شمل عدوانك تشتت قرت عيون الأمير قرت عيونك عميد الجيش بالميدان طار فرق العز انكسر منهم وعزم حسين راح هسا من بعده يضل كالطير مكسور الجناح انكسر ظهره يدير العين معدوم النصير وقف معدوم النصير حسين ودموعه تهيل صاح يا عضيدي وقع واسفع على القاع الحميد بعدها بترجاك ساكنة وبيدها بعد الطفل لو أخبرها وقعد بحوالها تدري شو تصير حزام ظهري يا كفيلة يتعميش بيدي عليك بطة
اختك تراهي ترتجي، هذا سيفك هذا جودك، وين سيفك وين ايدي؟ فتح عيون الاخي حسين بذنود يشيل، شير بذنود الاخي مقطعه منها الجفوف، سهم بعين دشل على عضيدي جان اشوف، انظرك نظرة قبل ما تيبوسك العطوف، انظرك نظرة قبل ما تيبوسك العطوف، لا توديني الخيمة يا عضيد ومهجتي، ينصدع قلبي الوديعة من تعاين حالتي، لا تفارقني ترى قربتي يا خويا ماتتي، جدب ونت وغدت عين الاخية تستذي، جدب ونت وغدت عين الاخية تستذي، فرقت روحه وابو السجاد مدت جثته وعطسه غمض عيونه وعلى الخد انهلت دمعته، اي سوق مو مثل ما قال قلت حيلته، رجع قاصد للخيم يجذب الون مستحيل، من وصل شيخ العشيرة داره وعليه الحرام، وزينب تنادي يا خويا وين شيال العلم، قال منا يا حزين ابو الفضل بعسة، واستحب نوم الشريعة وجيت يا زينب واحد، لو تشوفينا يا زينب كيف مقطوع الزنوب، والعلم منا وقع والراس مفضوخ معه، صرخة نيس عجل عباس لينه ماي، قالت ود نعالج قال المعالج ما يفي، قالت ود نعالج قال المعالج ما يفي، صاح يقلها يا زينب راح عباس وراح الضيغه من اللي يرفع، آخ خونت يا ابن أخي مصارع فديتي، والجرح يسكنه الذي هو ألم، أخي يهنيك النعيم ولم أخر، ترضى بأن أرزى وأنت منعم، أخي من يحمي بنات محمد، انصرنا يسترحبنا من لا يرحم يا الله.